المزمور 95. هلما نرنم للرب نهتف لذكرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات، نهتف له لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال، له الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكة اليابسة. فلما نسجد ونركع ونكسو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. اليوم إن سمعتم صوته فلا تخصوا قلوبكم كما في مريبة مثل يوم مسى في البرية، حيث جربني أباكم اختبروني، أبصروا أيضا فعلي 40 سنة، مقت ذلك الجيل وقلت هم شعب ضال قلبهم وهم لن يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي لا يدخلون راحتي. الليلويا. ما زلنا في الجزء الرابع أو القسم الرابع من المزامير، اللي احنا قلنا ان الجزء الرابع ده بيمثل سفر العدد، وسفر العدد اذا كان بيتكلم عن تيهان الشعب في البرية في ارض سينا في ارض الغربة، وبيمثل عن علاقة او مكان كل واحد بالنسبة لله. فالمزمور ده بيحكي لنا او بيرنم لنا عن توهان الانسان في ارض غربته بسبب العناد وبسبب قساوة القلب. لكن هتلاحظوا ملاحظة جميلة، ان في دعوة للدخول لحضرة ربنا، وان الانسان يوجد باستمرار في حضرة ربنا بالفرح والترنم. عشان كده الترنيم كجزء اساسي في عبادتنا المسيحية. المزامير من 95 لمزمور 100، 5 مزامير الجايين دول كانوا بيتقالوا في العبادة الجمهورية، يعني كل الشعب يرنمهم ويرتلهم، غير المزامير اللي قبل كده كنت تلاقوا العنوان مكتوب عليه لإمام المغنيين، مزمور مثلا لهيمان، لإمام المغنيين مزمور لبني قورح. دول كان يقولهم فرقة المرنمين بقيادة إمام المغنيين قورح أو هيمان، لكن المزامير دي مش معنونة، لأن كان كل الشعب يرنمها وكل الشعب يصلي بيها. فعشان كده كنت تبص تلاقوا في معناها ان الشعب كله بيشجع بعض ان هو يقف يقدم عبادة حية ربنا، يقدم ترنيم، يقدم شكر، يقدم تهليل امام الله. فهي دعوة بيقول هلما نرنم للرب، وهنا الترنيم يبقى هدفه موجه لله، مش هدفه ان الانسان يتبسط بالنغمات او يتبسط بالموسيقى او يتبسط باللحن او بالصوت الجميل، لكن لابد ان هذا الترنيم يبقى هدفه ان هو للرب، تقديم عبادة لربنا، تقديم النفس لله من خلال الترنيمة اللي بتتقال او الاشواق اللي بتتقال لله في هذه الكلام. نهتف لصخرة خلاصنا، والهتاف هنا كلمة نهتف دي تدل على بعض الحاجات. اللي بيهتف ده يكون ايه؟ مبسوط فرحان، ويكون غير مبسوط وفرحان منتصر. واللي بيهتف ده بيهتف بايه؟ بقوة، مش برخاوة او بكسل او بنص بق مفتوح. عشان كده الترنيم ينبغي ان يكون هدفه موجه لله، مش هدفه التمتع بأي شيء آخر. وتاني حاجة يكون بقوة، يكون بنصرة، ان احنا حاسين بالنصرة اللي لينا في ربنا، يكون بفرح، بتهليل، بهتاف، لان الانسان يشعر ان الله هو صخرته، السند بتاعه والملجأ بتاعه والحصن بتاعه والسندة بتاعته والقوة بتاعته. نهتف لصخرة خلاصنا، خلاصنا ده مبني على صخرة ثابتة لا تتزعزع،
وهذه الصخرة هي شخص المسيح، نتقدم أمامه بحمد عشان تيجي تتراءى أمام الله وتتقدم قدام الله. ينبغي أن يكون هناك قلب شاكر، قلب يحمد الله باستمرار على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأن زي ما هنشوف في نهاية المزمور القلب المتذمر أو القلب الغير شاكر ده ما يقدرش يوجد أمام الله أو يتراءى أمام الله. نتقدم أمامه بحمد، يتقدم قدام ربنا بهذا الحمد، بترنيمات ونهتف له. عشان كده مهم جدا الإنسان أنه يتعلم الترنيم، الترنيم والتسبحة والألحان. محدش يقول أنا ماليش في الكلام ده، لأن شغلة السماء كلها ستكون هذا التسبيح والترنيم. إذا كان علم في سفر الرؤيا 144,000 البتوليين، قال إن ليهم صفة. إيه هي الصفة بتاعت 144,000 البتوليين؟ حد فاكر؟ إن ليهم ترنيمة محدش يعرف يقولها غيرهم. ليهم ترنيمة محدش يعرف يقولها غيرهم. عشان كده الإنسان اللي بيتعلم انه يسبح ربنا ويتقدم امام الله ويتراءى امام الله بترنيمات وبهتاف، ده اللي يقدر يشترك مع السمائيين. حتى في القداس الغرغوري نشكر ربنا على العطية، نقول الذي اعطى الذين على الارض تسابيح الايه الشيروبين. اقبل منا اصواتنا نحن ايضا مع الغير المرئيين، احسبنا مع القوات السمائية. لأن الرب إله عظيم، ملك كبير. الرب اللي انت بتسبح له بترنم له ده حاجة كبيرة جدا. إله عظيم ملك كبير على كل الآلهة، أعلى من كل شيء وفوق كل شيء. احنا يمكن للأسف ما بنحسش بعظمة الله من كتر ما تعودنا على الله، لكن الإنسان اللي بيقدم فعلا الحمد والشكر لربنا وبيرنم له، لا يمكن مهما كانت العلاقة بينه وبين ربنا ومهما كانت الدلة اللي بينه وبين ربنا ينسى أبدا إن الله ملك كبير عظيم على كل الإيه الآلهة. يمكن احنا في أوقات كتيرة جدا بنسترخص أو بنستهين بالوقت اللي بنيجي نقضيه في الكنيسة أو بالوقت اللي بنصلي فيه أو بالوقت اللي احنا بنرنم فيه أو بنفتح كتابنا المقدس فيه، ونستهين بيه وممكن نستغنى عنه لما نتزنق في أي حاجة. لكن ده للأسف لأن احنا مش فاهمين إن الوقت ده هو بنقضيه مع ملك كبير عظيم فوق كل الآلهة وفوق كل المخلوقات وفوق كل الموجودات. لو أدركنا عظمة الله وان شوية الوقت الصغيرين اللي بنقعدهم معاه دول ده مش تفضل منا، لكن دي عظمة كبيرة جدا لينا ان احنا نوجد في حضرة هذا الرب الاله العظيم الملك الكبير اللي فوق جميع الالهة. ده عايزين تعرفوا عظمة ربنا ده هو يقول الذي في يده بيده مقاصير الارض. ده ربنا في ايده كل خزائن الارض، يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. في يده كل مفاتيح الكون، في يده كل مفاتيح وكنوز وخيرات هذا الوجود. عشان كده لما بنتقدم امامه احنا بنتقدم قدام ملك كبير عظيم على كل الآلهة. مقاصير مقصورات، خزاين، قوة، حجرات مقفولة. اللي بيشوف في الآثار والمعابد بتاعة الفراعنة يلاقوا دي مقصورة توت عنخ آمون، مقصورة يعني المكان المخدع بتاعه اللي فيه كل كنوزه. فربنا في ايديه كل مقاصير الأرض وخزائن الجدال له بتاعته.
الجبال بعظمتها وضخامتها وثباتتها وثباتها، كل دي ليه بتاعته. الذي له البحر، مش بس اليابسة لكن كمان البحر بكل ما فيه، هو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. سبكتا يعني فصلت وصنعت الأرض الناشفة. إذا كنا بنرنم أو بنقدم العبادة وبندعو بعضنا البعض ونقول هلما نرنم هلما نهتف، دعوة للدخول في حضرة ربنا بالتهليل وبالفرح وبالهتاف وبالنصرة، ده شيء مطلوب ومرغوب ان الانسان يتهلل امام هذا الملك العظيم الجبار اللي فوق جميع الالهة. ده مش تفضل منا على الله، لكن ده واجب منا امام الله. يكرر الدعوة مش بس الترنم والهتاف والدخول بالفرح، لكن هلما نسجد ونركع ونكسو امام الرب. نسجد ده السجود بالرأس حتى الارض، نركع ده السجود بالركبتين، ونكسو احناءة الرأس. فالثلاث درجات من السجود او من العبادة تقدم لله. نسجد لربنا للارض برأسنا، ونسجد له بركبنا، ونحنيل رؤوسنا امامه. هلما نسجد ونرجع ونكسو امام الرب خالقنا، لان هو اللي خلقنا، هو اصلنا. عشان كده عبادة هذا الخالق شيء ضروري جدا للانسان. اذا كان الانسان بيحن لاصله وما يطمئنش وما يستريحش الا اذا جه على اصله المثيل، يحن الى المثيل زي ما بيقولوا. عشان كده ينبغي ان فترات العبادة ده هي تبقى فترات محببة جدا للنفس، مطلوبة ومرغوبة، لان النفس تجد ذاتها امام خالقها، تحن الى هذا الذي اوجدها، لانه هو الهنا ونحن شعب مرعاه. هو الاله اللي اوجدنا واحنا غنم رعيته. ما قالش ونحن عبيده، لكن حس ان احنا مش مجرد عبيد خدامين، ده حس ان احنا غنم هو بيرعانا بيهتم بينا. العبد يهتم مال سيده يخدم سيده، لكن الراعي هو اللي بيخدم قطيعه بيخدم رعيته. فعشان كده قال ان ربنا ده هو الهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. الغنم اللي بيمسكها بايده بيحملها على كتفه وبيعتني بيها، بيطعمها وبيدعبها وبيدللها وبيشبعها وبيرويها. فاذا كان هو الهنا واحنا غنم مرعاه وهو بيخدمنا وبيعتني بينا وبيرعانا، فينبغي تجاهه ان احنا يبقى لينا موقف واضح. واول حاجة ان احنا نطوعه. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لو سمعت صوت ربنا بيقول لك حاجة، افهم ان مش ربنا كاله وانت كعبد الله بيؤمرك، لكن ده بيقول ان الله كاله يرعاك وانت غنم رعيته. فعشان كده لما يقول لك ده حاجة ما هيش مجرد امر، ولكن في واقع الامر ده لمصلحتك والخيرك والايه والسعادتك. عشان كده ينبغي انك تسمع صوته، انك تطوعه. فرق كبير بين انسان بينظر لله بان هو الامر الناهي، وان وصية ربنا دي تحكم، وربنا بيتحكم فيا وبيحد من حريتي، وبين واحد تاني بيحس ان وصية ربنا دي محبة من الله للانسان، لانه بيحبني بينصحني بيقول لي اعمل كده وما تعملش كده، لانه هو عايز سعادتي، عايز سلامة الخروف بتاعه. عشان كده اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لانه مشكلة شعب اسرائيل انه لما سمع صوت ربنا من فوق الجبل قسى
قلبه ورفض وما طوعش وما خضعش وما سمعش الكلام. فهنا اليوم زي ما بولس الرسول بيقول في العبرانيين، اليوم ده هو يوم ايه؟ هو كل يوم. اليوم هو كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. عشان كده طاعة صوت ربنا الانسان مدعو اليها كل يوم. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كما في مريبة مثل يوم مسة في البرية، زي الحادثة اللي حصلت من شعب اسرائيل لما تذمروا على الله وجربوا ربنا في ارض مسة، وفي يوم مريبة دهوت وتذمروا، فربنا اقسم ان هم لن يدخلوا راحته. حيث جربني اباءكم لما ما دقوش مية وتذمروا على المن والسلوى، حيث جربني اباءكم واختبروني وبرغم انهم ابصروا ايضا فعلي، برغم انهم شافوا اللي انا عملته معاهم 40 سنة، لكن ظلت قساوة القلب، وظل قساوة القلب ده هو نتيجة القلب الغير شاكر. عمرهم ما شكروا ربنا على اللي ادهولهم. عشان كده قساوة القلب بتيجي نتيجة القلب المتذمر باستمرار اللي مش عاجبه حاجة. الانسان الغير الشاكر لربنا، اذا كان الترنم والحمد اللي بندعو اليه بعضينا ان احنا رنمه لربنا معناه حمد وشكر لله، فان عدم الشكر لله يولد في قلوبنا القساوة. عشان كده نتعلم ان احنا نشكر ربنا في كل حين، يتقن هذا القلب الشاكر. 40 سنة مقدت ذلك الجيل، الجيل المتذمر الرافض الغير الشاكر القاسي، وقلتهم شعب ضال قلبهم، قلبهم ضل وتعب وبعد، وهم لم يعرفوا سبلي، ومش فاهمين طريقي، ومش فاهمين انا بقول لهم ايه. فاقسمت في غضبي لا يدخلوا راحتي. وكانت الراحة او ارض الراحة اللي ربنا وعدهم بيها اللي هي ارض الميعاد، زي ما بولس الرسول في العبرانيين بيقول ان ارض الراحة دي كانت رمز لايه؟ اورشليم السمائية. عشان كده ملكوت السماء محدش يقدر يخشه اذا كان في قساوة قلب، او اذا كان قلبه غير شاكر، او اذا كان قلبه متذمر، او اذا كان غير مطيع لصوت الله. لكن ترنم لله والتسبيح لله والركوع والسجود لربنا يلين قلبنا ويدينا روح الطاعة وروح الشكر وروح التسبيح، وينزع منا عدم الشكر وينزع منا روح التذمر الموجودة تملي.